يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبنا لأداء العمرة، فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع يقول ذهبنا لأداء العمرة فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا، وذلك قبل أذان العشاء بربع ساعة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ ذهبوا ليش؟ لأداء العمرة، فلما كنا بالتنعيم صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا قبل أذان العشاء بربع ساعة، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، ما دمتم مسافرين فلكم أن تصلوا جمعا في وقت الأولى أو جمعا في وقت الثانية، جمع تقديم أو جمع تأخير، ما دمتم مسافرين. نعم.